ترأست سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لجمعية موئل الأمم المتحدة المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. ومن المقرر أن تلقي سعادة الوزيرة كلمة المملكة أمام الجمعية يوم غد الثلاثاء، تسلط خلالها الضوء على جهود المملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديداً الهدف 11 الذي ينص على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، فضلاً عن جهود توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لسيما بعد استحداث البرامج التمويلية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.